مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. هذه المشكلة اللي واجهت بعض المتابعين يوم أمس فحبيت أعمل عليها فيديو قصير، أنا مواجهتني لكن واجهت أحد المتابعين وانحلت بهذه الطريقة، فحبيت أعمل عليها هذا الفيديو. لكن قبلها أتمنى كل شخص تدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بعين عربية باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد من عندي والجديد على قناتي اسمها بلين بعيون عربية، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل. بالبداية هذه المشكلة ظهرت من المتابع رادي حدث، ظهر عنده لا يمكن تحديث التطبيق، لا يمكن تحديث كلاش أو كلانس، وذلك بسبب استرداد قيمة أو شرائه باستخدام أبل آي دي آخر. يعني الظاهر عنده مشكلة بالأبل آي دي مالته، أو أنه كنت اشترى تطبيقات وهذه التطبيقات تاخذ شهري، تستقطع مبلغ شهري، فبقى بذمته ما عنده رصيد. فالأفضل أنه تروح على الحساب مالتك مال أبل تزيد رصيد 25 أو 30 دولار أو 50 دولار حسب أنت إمكانيتك وترجع تحدث هذه اللعبة. إذا ما صارت ومتأكد أنت من الحساب مالتك ما عندك أي مشكلة، راح نروح على الإعدادات. بعد ما دخلت على حساب أبل وتأكدت أنت عندك رصيد أو أنه ما عندك أي مشكلة ويا أي تطبيق أنت مشتري، يعني مثلا أنت مشتري سناب شات بلس، فهذا يقطع شهر واحد لكن يبقى يقطع كل شهر، فلهذا لازم تعمل إلغاء حتى ما يستقطع منك كل شهر، لأنه راح يبقى ياخذ منك رصيد هذا الشهر والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده، حتى لو اشتركت شهر واحد فيظل يستقطع منك إلا إذا أنت لغيت الاشتراك الشهري. فالآن شوفوا أنا عندي رصيد، بعد ما تأكدت عندك رصيد راح تنزل هنا تعمل تحديث كلاش أوف كلانس، إن شاء الله تتحدث. اللي ما تتحدث عنده كلاش أوف كلانس، اللي ما تتحدث عنده كلاش أوف كلانس راح يروح على الإعدادات، ينزل على عام، ينزل على تحديث البرنامج، يتأكد آخر تحديث، بعد راح ينزل على مساحة التخزين، راح ينزل إلى الأسفل، راح يشوف كلاش أوف كلانس. اللي يعمله إنه يعمل إزالة التطبيق وينتظر ربع ساعة وراها يرجع إعادة تثبيت التطبيق وإن شاء الله تشتغل. لو لا سمح الله ما اشتغلت بعد هذه الحلول كلها، ما قدامك حل إلا أنه تفتح حسابك بهاتف ثاني، يعني مثلا إذا آيفون تفتحه بسامسونج، وإذا سامسونج ترجع تفتحه بآيفون، وإن شاء الله ترجع تشتغل عندك اللعبة 100%. هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه، أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا. ادعموا قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة راح تواجهكم اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة.